النهاردة العالم بمناسبة رمضان كريم. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. احنا جايين معانا بطريقة غراء خشب ممتاز جدا جدا. بس وما مسحول غسيل؟ اي نوع مسحول غسيل هو؟ ويلا احنا دلوقتي حطينا الغراء ده كله فاضي. دلوقتي هنبدا نحط نبدا نكمل اي مسحوق غسيل. اي نوع مسحوق غسيل؟ بعدين نحط عليه ميه. يلا كده الميه كلها يعني ممتاز. بعد نقلب. خدي قلبي بالمعلقه. واحنا ابتدينا حطينا المسحوق الخاصية في المياه ونبدأ نحطه. نحطه لون ازرق جدا. بس يعني اللون بدا يمسك اهو. مش لازم يعني ماسك ماسك مش بدا اصلاين. قلبي ايه بس عشان تقيل. هنقلب ونرجع لكم. شوفوا احنا بنقلب دلوقتي ازاي. قالوا بيتين مش حلوين بتاعي. بس ما بنعرفش بس بقدر ازاي. بس مش تقيل قوي بس هو تقيل. ايوه بس انا حاسه ان انا مش تقيل بس تقيل. ايوه احنا كده عملنا السلايم بس مش عارفه اشيله. دلوقتي هنبدا حلو ازاي؟ جبتها بصوا سيبناها حوالي 7 دقايق او 10 دقايق. لا او 9 8 او 10. المهم 10 13 دقيقة. مش عارفة اشيله. كتير جدا. تبارك. ايوه وكده احنا عملنا السلايم. هنحط بقى فيه وانا دلوقتي حطيت من اللون ده اللون ده هنا. ابدا ادرك دلوقتي. اوبسي واحنا عملنا السلايم. ويا ريت يعجبكم الفيديو ريت تعملوا لايك سبسكرايب كومنت تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين. باي.